وصلنا الآن إلى الدرس 73 وكلمة مهمة جدا، كلمة بانك. بانك سوف نتعلم استخدامها في أمثلة وأيضا مرادفات كلمة بانك، كل هذا فقط في دقيقتان. هدفنا حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا، وللحصول على هذا الهدف يجب أن نركز جيدا. إذا ركز معي الآن حتى ننتقل إلى مرحلة أعلى باللغة الإنجليزية. Get ready, اجهز. Write all the phrases, so you need a notebook and a pencil. Just 2 minutes and repeat after me 5 times loudly. أما الآن اضغط على زر إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. كلمة بانك تأتي بمعنى مصرف، مصرف، وكلمة هي مشهورة بشكل عام لكن سوف نتعلم استخداماتها اليوم في أمثلة. بانك، بانك تأتي بمعنى ركام أيضا أو كومة. مثال في جملة: her bank account، حسابها المصرفي. كلمة account مرت علينا سابقا أيضا في هذه السلسلة المميزة. her bank account was rarely over 200، نادرا ما كان حسابها المصرفي أكثر من 200. her bank account was rarely over 200. مثال الثاني: how could a man with 4 million in the bank be in financial danger؟ كيف يمكن أن يكون رجل لديه 4 ملايين في البنك في خطر مالي؟ How could a man with 4 million in the bank be in financial danger؟ أهم المرادفات لكلمة bank: outlet, mound, and stack. Stack. الآن حاول استخدام كلمة بانك في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى استفاد منها الآخرون. شكرا لك على المتابعة، وانتظرنا في الدرس القادم مع كلمة جديدة، كلمة before، سوف نكتشف جميع أسرار هذه الكلمة. شكرا لك وإلى اللقاء.